من يوقف عداد الموت في عدن؟ ومن المسؤول عن تفشي الأوبئة والأمراض في العاصمة المؤقتة؟ كيف يمكن التصدي لموجة الوباء الذي شمل كل مناطق عدن تقريبا؟ أهلا بكم. بالأمس فقط استقبلت مقابر عدن 76 جنازة بمعدل 3 حالات وفاة في الساعة. عداد الموت يرتفع وأرقام المصابين تتضاعف. حالة هلع غير مسبوقة يعيشها سكان عدن، إذ يكاد الموت يحيط بكل من فيها. وفيات بالجملة، وأغلب الضحايا لا يعرف ذووهم السبب الحقيقي لوفاتهم. ومستشفيات ترفض استقبال المرضى لمخاوف تتعلق بكورونا وعجز القطاع الصحي عن مواجهتها. على الأرض يمسك المجلس الانتقالي بزمام الأمور ويسيطر على مؤسسات الدولة. هذا الأمر جعل الحكومة ممثلة بوزارة الصحة عاجزة عن ممارسة مهامها بالشكل الذي ينبغي حسب قولها، إذ ذهبت لتحميل الانتقالي مسؤولية تفاقم الوضع. إزاء هذا الوضع وإزاء هذه الأرقام المقلقة، ما الذي ينبغي فعله؟ من يجب أن يتحمل المسؤولية عن الناس في عدن؟ وما خيارات المواطنين في ظل هذه الظروف؟ هلع غير مسبوق في عدن، مشاهد الجنائز لا تكاد تنقطع عن مقابرها في مختلف المناطق. منذ منتصف أبريل الماضي تعيش محافظة عدن حالة انتشار واسع للأوبئة والحميات التي أصابت الآلاف وأودت بحياة المئات منهم، والرقم يتزايد كل ساعة تقريبا. وفقا للمعطيات فإن الوضع مؤسف وصادم. بحسب مصلحة الأحوال المدنية بعدن، فإن عدد الوفيات بلغ منذ الأول من مايو الجاري حتى يوم أمس 553 حالة وفاة. القطاع الصحي متدهور وتسود العاملين فيه حالة هلع نتيجة الخوف والقلق من كورونا وغيرها من الأوبئة والأمراض المعدية، نظراً لانعدام أدوات الوقاية اللازمة للأطباء والممرضين الذين يفترض بهم التعامل مع مختلف حالات الإصابة. لذلك ولغيره يموت العشرات في منازلهم أو على أبواب المستشفيات بعد رفض استقبالهم لأسباب متداخلة. المريضة عايشة سالم، تلقينا أكثر من 13 مستشفى في عدن ما حد قبلها، والآن دخلنا مستشفى الجمهورية وتعاونوا معنا أصحاب الجمهورية، والحمد لله إن الله وإن اللي راجعون، وهذا التقرير حقها أتوفت ماتت، وهذه صورتها أتوفت. السلطات المحلية ومعها الصحية حتى الآن لم تثبت كفاءة حقيقية في الحد من انتشار الأمراض على الأقل بمكافحة أسبابها، إذ لا تزال المستنقعات مرتعاً لحشود أسراب البعوض التي تجتاح المنازل بأريحية، إضافة لعجز السلطات عن احتواء كورونا الذي يعتبر المتهم الأبرز من بين أسباب الوفيات إلى جانب الحميات، ممثلة بالملاريا وحمى الضنك ونحوها. دور الحال يستقبل الحالة اللي عندنا، ما حصلنا هذا، معنا حالة اشتباه، نقلنا سيارتنا الخاصة إلى المحجر قبل ما تروح تجي المستشفى الأمل، طبيب هناك، رحنا مستشفى الأمل نفس الشيء، قالوا رجع المحجر من الطبيب هناك، ما درينا، احنا واقفين عند البوابة نص ساعة، احنا واقفين عند البوابة عشان حالة اشتباه اللي معنا. وفي ظل هذا الوضع المؤسف لا يبدو المسيطرون على مؤسسات الدولة في عدن آبهين بحياة السكان لانشغالهم بترتيب الجانب العسكري وإحكام القبضة الأمنية على مفاصل المدينة المنكوبة، وهو ما دفع لجنة الطوارئ الحكومية للقول إن الوضع الإداري والسياسي في المدينة يعرقل أي جهود تبذل لمواجهة الوباء، وإن ممارسات المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي تقود المدينة إلى كارثة صحية بسبب التدخلات في عمل المؤسسات الرسمية. التحالف باعتباره المرجع الرئيس للشرعية والمجلس الانتقالي لا يبدو مكترثاً لما يجري، بينما بإمكانه فعل الكثير لو أراد ذلك. ونبذل الغالي والنفيس لتطبيق
أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها عبر سكايب من هولندا الدكتور حمدي الحكيمي الأخصائي في الطب الوقائي والأوبئة. أرحب بك دكتور حمدي، وبطبيعة الحال سينضم لنا آخرون من أعدن وغيرها. إذن أرحب بك دكتور حمدي. عشرات الوفيات يوميا جراء وباء، كما تنقل الأخبار عشرات الوفيات يوميا جراء وباء لم يحدد تماما طبيعة السبب. خلال أيام ذلك حدث، أهم الأعراض الحديث أو كما تنقل التقارير حمى، ضيق في التنفس، كيف تتابع ذلك أنت؟ نعم، أولا يعني يؤسفني جدا ما يحصل من تردي للوضع الصحي في عدن، وحتى في صنعاء هناك حالات وبدأت تظهر حالات في مدن كثيرة، ولكن عدن هي الآن حاليا هي بؤرة الوباء، فيؤسفني هذا الوضع الذي وصلنا إليه. بالنسبة لسؤالك عن هل هذا الوباء بين قوسين هل هو كورونا أو هو ليس كورونا، يعني نرجع إلى علم الأوبئة ولا نذهب بعيدا. هناك فرق بين الوباء والمرض المستوطن. المرض المستوطن مثل الدينغ فيبر اللي هي حمى الضنك، أو اللي قد تكون ما يسمى بالمكرفس كذلك، قد يكون لك أمراض مستوطنة معدلات حصولها متشابهة مع العام السابق أو العام الذي قبله، فبالتالي هذا المرض المستوطن يعرف الأطباء أنه يحصل في مواسم معينة بعد الأمطار، وأن له مستوى انتشار معين، فبالتالي هم يتعاملوا مع الأمراض المستوطنة بشكل تشخيصي في المستشفيات بشكل كبير. كيف يحدث الوباء؟ عندما يزيد عدد الحالات زيادة كبيرة، أو عندما يأتي مرض جديد غير موجود ولو بحالة واحدة، فهنا تسجل حالة وباء. إذا كان أتوقع أن الحالات من مرض معين مثل الكورونا صفر، ثم أجد أنها لدي حالة واحدة، فهذا هنا أستطيع أن أعلن الوباء. أما إذا كان المرض مستوطن، فإننا أقارن هذا المرض إحصائيات هذه السنة بإحصائيات السنة السابقة، وأرى هل الزيادة معقولة أو هي تشكل ما يمكن أن أعلن عنه أنه وباء، لأنه لا أستطيع أن أعلن عن أي مرض مستوطن أنه وباء، لأنه أحيانا قد لا يكون وباء، ولكن قد يكون اختلال معين في الإحصائيات، أو قد يكون اختلال معين في توزيع المرضى على المستشفيات أو على المناطق. فالمسألة هي فنية، مسألة إعلان الوباء، ومسألة أصبحت متداولة على مستوى المثقف العادي وعلى مستوى السوشيال ميديا أن هذا وباء كورونا أو وباء كذا. أنا أعتقد الذي يعلن هذا الإعلان هو الجهة الفنية، وأعني جهة الترصد. جهة الترصد الوبائي هي التي تستطيع أن تعلن أن هذا وباء. لكن إذا أردت رأيي كمختص هنا وغير مطلع على كل الإحصائيات وكل الفحوصات التي تجرى للمجتمع فيهم بمرض كورونا، فأستطيع أقول لك أن في حالة الوباء يزيد حساسية أو تزيد دقة ما يسمى بتعريف الحالة. ما هو تعريف الحالة في حالة الكورونا؟ وضعت منظمة الصحة العالمية تعريف للحالة بأنه حمى وسعال جاف أحيانا مصحوب بالبلغم وإرهاق بدني وضيق في التنفس، هذه تقريبا هي تعريف الحالة. أحيانا يزيد عرض أو ينقص عرض، ولكن هذه الأعراض الأساسية، فهذا تعريف الحالة. تعريف الحالة في حالة وجود وباء أو في حالة انتشار وباء في الدول المجاورة أو مثل الكورونا بانديميك، يعني جائحة عالمية، فهذا يعني أن هذا تعريف الحالة سيكون له دقة كبيرة أكبر من الأيام العادية أو في الأيام التي لا يكون فيها وجود لأي وباء. فماذا يكفيني أن أحصل من بيانات حتى أعلن أن هنالك وباء كورونا؟ يكفيني أن أؤكد حالة واحدة معمليا، وبالتالي أستطيع أن أعتمد بعد ذلك إذا لا توجد لدي إمكانيات فحص، أعتمد على تعريف الحالة، وأي حالة تأتيني بالتعريف الإكلينيكي أعتبرها كورونا وأتعامل معها على هذا الأساس. طيب، الآن وفقا لكل ما تفضلت به دكتور حمدي،
ووفقا ايضا للمعلومات التي ترد من عدن، هناك يعني ما الذي يحدث في عدن؟ هل هي يعني هناك وباء، هناك امراض مستعصيه ايضا، وهناك ثغره في كثيرون يقولون لا نعلم لماذا توفي هذا ولماذا توفي ذاك، المعلومات غير متوفره، كيف تصنف هذا وفقا للقواعد الفنيه التي ذكرتها؟ تصنف هذه الحالة الموجودة الآن في عدن بما نسميه الأندر ريبورتينج أو عدم رفع تقارير. يوجد عدم تشخيص وعدم رفع تقارير أو تبليغ عن الحالات لأسباب كثيرة، أسباب فنية، أسباب غياب الفرق، أسباب غياب الفحوصات. لا يوجد تقارير فنية ترفع عن عدد الحالات المشتبه فيها، سواء المشتبه فيها أو المؤكدة من كورونا إلا في أضيق نطاق. كان هناك يعني رأي لي سابقا يقول أن إذا زاد أو إذا أردنا أن نعرف زيادة حالات الوباء فعلينا أن ننظر إلى الوفيات أو ننظر إلى المقابر، ننظر ونرى المقابر ماذا يحدث. فإذا زادت عدد الوفيات وعن المستوى المتوقع أو المستوى المعتاد فإذا ننظر أن هنالك مرض جديد يساهم في هذه الوفيات. ما الذي يحدث داخليا لا أدري حقيقة، ولكن أعتقد أن ضعف النظام الصحي هو مسألة موروثة من سابق وليست مسألة جديدة، هي مسألة موجودة من سابق. فضعف النظام الصحي يشارك في هذا عدم الريبورتينج أو عدم التبليغ عن الحالة سواء كانت مشتبهة أو مؤكدة. يعني بالحديث منذ بداية مايو بحسب معلومات توفرت من السجل المدني هناك في عدن، منذ بداية مايو وحتى 12 من مايو هناك 553 حالة وفاة غير محددة ما هي يعني تحديدا، تشمل الوفيات ضمن التي لها علاقة بالحميات والوفيات الطبيعية إن صح التعبير، وهناك أرقام يعني متعلقة بها بالنسبة اليومية أو الحديث عن الأرقام اليومية، لكن أيضا هناك إعلان إلى حد الأيام الماضية أو حد ما قبل أمس هناك 35 إصابة، تسجيل إصابة بكورونا في محافظة عدن. أيضا الحكومة اليمنية أعلنت عاصمة البلاد المؤقتة مدينة موبوءة. هذا الإعلان دكتور حمدي، ما الذي يقتضيه من إجراءات الآن؟ طبعا إعلان أي مدينة أو أي دولة أنها يعني موبوءة أو منكوبة يصاحبه طلب الدعم من الدول الأخرى أو من المنظمات الدولية، لأن هذه الدولة الآن تمر بمرحلة وباء أو بجائحة أو حتى كارثة طبيعية، فهي تطلب الدعم من المنظمات الدولية لأن والعالم، لأنها الجائحة يعني تعدت طاقتها وتعدت قدرتها الاستيعابية. ولكن في حالة مرض الكورونا العالم كله يعاني والدول كلها تعاني، فعملية طلب الدعم في الحقيقة هي عملية أنا أعتقد أنها ستكون صعبة، وستكون الدعم الذي ستلقاه السلطات الصحية في اليمن في أي مكان كانت سيكون قليل وسيكون غير كافي بالمرة، وبالتالي لابد من تحرك المجتمع، تحرك مبادرة مجتمعية. هناك رجال أعمال، هنالك أعيان، هنالك مشايخ، هنالك شخصيات اعتبارية، هؤلاء الناس يجب أن يتحركوا الآن. أنا أندهش كثيرا لأني ألاحظ حالة كبيرة من الإنكار في المجتمع اليمني، حتى في أوساط كثير من المتعلمين والمثقفين هناك حالة من الإنكار للوباء وحالة من تجاهل خطورة الوباء. لا أدري ما سبب هذه الظاهرة، تحتاج إلى تحليل نفسي أو إلى طب نفسي اجتماعي لكي نحلل ما سبب هذه الظاهرة، ولكن يبدو أن يعني المواطن اليمني قد تكيف مع كثير من المشاكل التي تحدث له بهذه الطريقة وهي التجاهل. لكن في حالة الوباء هنا لدينا كأفراد وكمواطنين وكمجتمع قدرة على التدخل وقدرة على تقليل الوفيات. بالأعداد التي ذكرتها أجدها يعني تتماهى مع المحاكاة التي تحدثنا عنها في اللقاء السابق، حيث تحدثنا عن 1500 حالة حرجة في شهر مايو. ال 1500 حالة حرجة يعني أنت تقول 500 حالة الآن،
ونحن قد تقاربنا على منتصف الشهر. لكن هذا الإعلان دكتور يعني للتوضيح، هذا الإعلان للسجل المدني لكل حالات الوفاة، جميع أنواع حالات الوفاة. أي نعم. للتوضيح يعني. نعم. نعم أتفق معك، أتفق معك أن الجزء كبير، الجزء الأكبر أعتقد أنه يعود للوباء، والجزء الأصغر ربما يعود إلى الوفيات العادية. وأعتقد أن كما قلت لك أن هنالك قدرة للمجتمع الآن على التدخل، والقدرة على المجتمع على أنه يحافظ على الأرواح التي بالمئات أو بالآلاف. دعنا نشرك معنا دكتور حمدي، دكتور محمد الربيد نائب مدير مكتب الصحة بعدن الذي انضمنا عبر الهاتف من هناك. أرحب بك دكتور. دعنا بالبداية بالحديث عن أعداد ضحايا الرسمي خلال الفترة الماضية بالنسبة للأوبئة لكورونا في عدن، وكذا بقية الأمراض المستوطنة كما صنفها الدكتور حمدي. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر اهتمامكم أخواني الأعزاء. انتشار الأوبئة من عدة أسباب، من ضمنها الوضع الصحي الكارثي اللي تعيش في عدن بسبب الحرب المقامة على صعيد المستويات كامل في اليمن، وكذلك ضعف أداء وزارة الصحة في توفير المستلزمات ووجود آلية لمحاربة هذه الأوبئة. هل من أرقام لديكم في مكتب الصحة بعدن حول هذه سواء حالات الإصابة، حالات الوفاة، سواء لكورونا أو لغير؟ حالات الوباء الأوبئة الحاصلة في عدن لا توجد إحصائيات معنا دقيقة، لكن الإحصائيات كلها موجودة في وزارة الصحة. طيب أين الخلل دكتور؟ يعني في سياق حديثك عندما تقول أن وزارة الصحة هي يعني مقصرة في هذا الدور وأنت مدير مكتب الصحة بعدن، ما طبيعة المشكلة بالضبط؟ نحن في أنا نائب مدير عام الصحة في عدن. وزارة الصحة موجودة في عدن وتدخلاتها كبيرة في عدن بسبب تواجدها، لأن عدن عاصمة ولا تتدخل بشكل قوي في المحافظات الأخرى، وازدواجية التدخل في عدن هو ما سبب الوضع الكارثي في عدن. يعني مشكلة انعدام وضوح من هو المسؤول باعتبار أن هناك تحركات على الأرض لإدارة ذاتية وما شابه، هذا ما تلمح إليه؟ المسؤول هي وزارة الصحة، لأن الإمكانيات كلها تعطى لوزارة الصحة، وهي تقسمها على المكاتب والمحافظات في عدن وشبوة وأبين وسقطرة، والإمكانيات التي أعطيت لنا بسيطة جدا، لا نستطيع مواجهة أي وباء فيها. ما الذي طلبتموه أنتم خلال هذه الفترة ولم تجدوا ردا؟ طلبنا إمكانيات مبالغ مالية ضمن خطة رسمية واضحة يتم توزيعها في المستلزمات الصحية كموازنة، يعني موازنة المحجر الصحي الآن موقفة من وزارة الصحة، المستلزمات والإمكانيات ضعيفة، ننتظر دعم المنظمات، بينما نحن نسمع بالأخبار أنه رئيس الوزراء في البداية أعطى مليار وبعدين 5 مليار، لا نعلم أين تذهب هذه المبالغ ولا توصل لنا أي إمكانيات. دكتور محمد، فيما يتعلق بالتجهيزات للمحاجر الصحية وكذا، في اللقاء السابق معك قبل فترة كان الوضع يعني يوحي بالسوداوية إلى حد كبير، هل من تغير في ذلك؟ ما هو حال اليوم بالنسبة للمحاجر المتعلقة بالاستعداد لمواجهة كورونا؟ والله أخي العزيز، المحجر الصحي اللي كان الوحيد موجود في البريقة تم تسليمه أطباء بلا حدود بالاتفاقية مع وزارة الصحة، وأنا أشوف أنه هذا الاتفاقية هي هروب من المسؤولية. وبالنسبة للمحاجر أخرى في عدن لا توجد إلا في مستشفى الجمهورية، وضغط كبير عليه، لا يستطيع تلبية يعني 5% من احتياجاتنا ولا حتى 2%. تفضل بالبقاء معي دكتور محمد. دكتور حمدي، ما رأيك بما سمعتم من دكتور محمد الربيد فيما يتعلق بالوضع الصحي ومسؤولية المسؤولية تجاه الأوضاع هناك؟ والله أنا بحسب ما سمعته أن لا توجد إمكانيات لمواجهة هذا الوباء، وفي الحقيقة أنه الأوبئة لا تواجه بخطط متأخرة، ولكن تواجه بخطط استعدادية مبكرة، ويكون هناك يعني إنذار مبكر عن الوباء، ويكون في خطة جاهزة
وفي مواد جاهزة ومخزنة وخطة توزيعها وكل اللوجيستكس واضحة، بحيث أنه إذا جاء الوباء يكون هناك تدخل. لكن نعترف أن الكورونا يعني حتى الدول المتقدمة والدول المستعدة كانت الجائحة أكبر من قدرتها. فإن أن يكون الوباء أكبر من قدرة النظام الصحي في اليمن فهذا شيء متوقع جدا. نشد على أنه نتساعد في أننا ندعم هذا القطاع الصحي. لاحظت في الأيام الأخيرة أن هناك في كثير من الوسائط الإعلامية وكثير من الصفحات أن هناك هجوم على الأطباء وعلى الكادر الصحي في اليمن، واتهام بالتقصير واتهام بالتخاذل وأشياء، يعني الأشياء هي في الحقيقة لا تخدم وضع مواجهة الوباء. يجب أن ندعم القطاع الصحي. إذا كان هناك مشاكل للقطاع الصحي مثل عدم توفر المواد الوقاية أو يحتاج إلى الدعم المادي أو الدعم العيني وأحيانا إلى الدعم النفسي، فيجب أن نوفر هذا الشيء. ونتذكر أن القطاع الصحي في دول أخرى كانت تقام له يعني وقفات وتصفيق وأشياء وإشادة، حتى لأنه مثل الجنود الذي في الخط الأمامي الآن. فيجب أن يدعم القطاع الصحي. وأكرر أنه ليس باستطاعة الأنظمة الإدارية الموجودة الآن مجابهة هذا الوباء، حتى لو كانت في كامل انسجامها وفي كامل قوتها، حتى لو كن لا توجد لدينا أي مشاكل، لابد من تحريك المجتمع، لابد من تحريك المجتمع. طيب هذه النقاط سنعود لها، سنعود لها دكتور حمدي. دعنا قبل ذلك أرحب بمن ينضم لنا الآن عبر الهاتف أيضا من عدن، الناشط الحقوقي السيد نزار سيرارو. دعا يعني سيد سيرارو، ضعنا في صورة ما الذي يجري الآن في عدن، كيف هي الأوضاع هناك من خلال ما تراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا القطاع الصحي وأخلاق وأسس العمل الصحي في عدن قد انهارت، وبالتالي أصبح الوضع مزري جدا. الوفيات ازدياد للأسف. وزارة الصحة فشلت، وقبلها أخلاق القائمين على الوزارة ومكتب الصحة عدن والمستشفيات ومدراء المستشفيات والممرضين كلهم انهارت أخلاقهم بسبب الخوف من مرض وبائي. ما الذي تقصد بانهيار الأخلاق؟ لكن سيد سيرارو، أيوة نعم معك. يعني كيف هو الوضع بالنسبة للعاملين في المجال الصحي؟ لم أفهم ما تقصده. انهارت المنظومة الصحية في عدن. الناس يموتوا بدون أي علاج، المستشفيات ترفض استقبالهم، المرافق الصحية الخاصة والحكومية ترفض استقبالهم. أصبح الصيادلة في داخل صيدلياتهم هم من يعالجوا المرضى. توفى طبيب صيدلاني بسبب علاجه لأمراض الحميات في عدن. للأسف الشديد الدولة غابت، ومن سيطر على الأرض غاب أيضا. للأسف الشديد الكل تخلى عن أبناء عدن، والآن نشاهد المقابر يوميا، عشرات الجنازات في المقابر يوميا، ما يقارب من 70 إلى 76 إلى 80 إلى 60 جنازة في اليوم، بسبب أن المستشفيات طبعا ليس كلهم بمرض كورونا، يعني منهم من عندهم السكر، من عندهم الضغط، من عندهم القلب، من عندهم أغلب يعني أكثر الأمراض الطبيعية العادية اللي ممكن علاجها. القطاع الصحي كان متوقع أن يحدث انتشار الوباء، لكن للأسف فشل في اتخاذ الإجراءات الأولية. معنا محجرين في البريقة لا يسع إلى 20-30 سرير، وعدن منها 2 مليون مواطن. أين سيذهب إذا ما أجاء 50,000 أو 20,000 مرضى بكورونا؟ سيذهبوا للمقابر بلا شك. القطاع الصحي فر من المواجهة مع هذا المرض وترك المواطن اللي يموت. طيب أنت أشرت إلى المستشفيات، هل المستشفيات مغلقة؟ من يحتل الأرض الآن أو من يمسك الأرض أو من الإدارة الذاتية في الانتقالية يجب أن يحاسبوا الآن. هم اللي يقوموا بإدارة عدن. أين سيد سيرارو، أين أنت أشرت إلى أوضاع المستشفيات؟ سيد سيرارو، أنت أشرت إلى المستشفيات، هل المستشفيات مغلقة؟ هل هي تستقبل حالات طبية كما هي شهادتك من الميدان؟ المستشفيات الحكومية ترفض استقبال المرضى. المستشفيات القطاع الخاص أغلقت عن عمد بسبب الخوف من المرض. بالتالي أصبح الناس لا يجدون من يعالجهم. أصبح مواقع التواصل الاجتماعي هي الملجأ الوحيد للاستشارات الطبية والعلاج. أنا مرضت لم أجد أي مكان إلا مستوصف صغير أخذ منه العلاج.
الوضع مجري في عدن. طيب انقل هذه النقاط سيد سيرارو تماما، لا انقل هذه النقاط الى نائب مدير مكتب الصحه بعدن. دعني انقل هذه النقاط الى نائب مدير مكتب الصحه بعدن دكتور محمد ربيد. سمعت ما تفضل به السيد سيرارو، ارجو ان تعطينا اسباب ذلك، مبررات ما يحصل. في البدايه اكد ان الاخ نزار سيرارو من الناشطين الاجتماعيين او المتواجدين في عدن والذين يعملون من اجل عدن دون اي توجه سياسي، له كل الاحترام والتقدير. كلامه صحيح 100%. اكثر المستشفيات الحكوميه مغلقه، المستشفيات الحكوميه هي تتبع وزاره الصحه ولا تتبع المكتب، ولا أبرع المكتب. انا اكد من خلالك لا أبرع مكتب الصحه من اي تقصير، هو ملزم في الوضع الصحي داخل عدن، لكن شرحت لك والازدواج في العمل ما بين الوزاره ومكتب الصحه ادى الى هذا الفشل الكبير. لكن كيف يمكن دكتور ربيد، يعني اذا كانت المستشفيات والمراكز الصحيه في عدن لا تعمل، من يعني ومكتب الصحه بعدن ليس المسؤول، كيف يمكن ذلك؟ اخي العزيز المستشفيات هي تتبع وزاره الصحه وليس لنا سلطه عليها، ولكن نحن نعمل عبر المجمعات الصحيه. المجمعات الصحيه الجميع يعرف ان وضعها صعب، لا تستطيع استقبال هذه الحميات، حميات تحتاج الى اطباء متخصصين. اكثر المستشفيات الخاصه اغلقت واكثر المستشفيات الحكوميه اغلقت. نحن نعاني في عدن من كارثه صحيه كبيره بسبب الازدواج والتقصير في وزاره الصحه وفي مكتب الصحه، وطالبنا عبر التواصل الاجتماعي تكوين لجنه للتحقيق وتحديد من هو السبب وضع الكارثه اللي وصلت فيه عدن. هل من اجراءات يمكن عملها او انتم اتخذتموها بخلاف الرفع؟ هل من اجراءات انتم اتخذتموها للاسف نحن كل ما نقوم باجراءات من اجل تحسين الوضع الصحي الوزاره تتدخل وتتخذ. من يتدخل بالضبط دكتور؟ عندما تقول الوزاره تتدخل، من يتدخل بالضبط؟ وزير الصحه، الوكيل والقطاع، وكيل قطاع الرعايه الاوليه، الترصد الوبائي، كثير. الوزارة قد تتدخل في عمل بمكتب الصحة كأنها هي المسؤول الأول في مكتب الصحة في عدن. شكرا لك إذا دكتور محمد ربيد نائب مدير مكتب الصحة بعدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. دكتور حمدي أعود إليك، سمعت الوضع في عدن الآن من شهادة الناشط الحقوقي السيد نزار سيرارو وكذا رد الدكتور الربيد، من وجهة نظرك كيف يمكن أن يتعامل الناس هناك في عدن مع هذه الأوضاع؟ أعتقد أن التعامل سيكون يعني تعامل الناس سيكون صعب مع هذه الأوضاع فعلا، لكن نعود لنذكر أن المعالجة لمرض الكورونا في الغالب هي معالجة عرضية إلا في الحالات الحرجة جدا والتي تحتاج إلى عناية مركزة، وأعتقد أن وحدات عناية مركزة في عدن ليست كثيرة، ولكن حتى هذا القليل الآن يعاني من إقفال ومن سوء إدارة أو سوء تصرف. فالمعالجة لمرض كورونا هي في الغالب عرضية للحمى، لأعراض الرشح والسعال وغيره. فالمعالجة الحقيقية للوباء كوباء وليس للفرد المريض، المعالجة للوباء هو علاج تدخل من مجتمع. كل الدول طبقت هذه الاستراتيجيات ولا زالت تطبق، حتى مع رفع الحظر في أوروبا الآن بدأ رفع الحظر، ولكن لا زال هناك حرص والتزام شديد في المباعدة الاجتماعية وفي مسافة المترين وفي عدم المصافحة وفي يعني بعض الدول أدخلت الكمامات وأشياء كثيرة من أجل تقليص أو إبطاء سرعة هذا الوباء، لأن المصاب كما تحدثنا سابقا وكما هو معروف من الإحصائيات أن حوالي 15% يمرضون وحوالي 4-5% يكون لديهم حالات حرجة، وأصلا هم يكونوا مصابين بأمراض مزمنة. ف يعني القطاع الصحي إذا توفرت له فقط، أعتقد أنه لا داعي لاستعجال الأمور واعتبار أن النظام الصحي انهار. إذا توفرت للأطباء بعض الدعم وبعض وسائل الوقاية وبعض يعني المتابعة وبعض الاهتمام، سيستعيد القطاع الصحي عمله على الأقل لمعالجة الحالات الأخرى ومعالجة الحالات التي تمرض مرض خفيف لا تحتاج إلى عناية مركزة قد تكون مكلفة وغير متوفرة.
دعني دكتور حمدي أعود إلى سيد سرارة. أسألك سيد سرارة فيما يتعلق بالمنافذ بالنسبة لمدينة عدن، هل كانت هناك إجراءات في يعني ما يتعلق بإغلاق المنافذ؟ ما هي طبيعة الحركة؟ هل اتخذت السلطات سواء سلطات الأمر الواقع إن صح التعبير الآن أو السلطات المحلية أي إجراءات فيما يتعلق ب يعني سواء حجر أو حظر تجوال أو تقييد الحركة وتخصيص أوقات معينة وأعلنت عن ذلك؟ بالنسبة لما قلته أخي، لا يوجد على أرض الواقع، لا من الدولة ولا من سلطة الأمر الواقع. للأسف الشديد الناس في الأسواق، الناس القتال الدائر في محافظة أبين هو ما منع الانتقال المواطنين من عدن إلى أبين أو إلى ما بعد أبيان اللي هي شبوة وحضرموت والمهرة. وبالتالي فقط الذي حصل أن الحرب أوقفت الانتقال من محافظة إلى محافظة، لكن بشكل عام داخل عدن لا يوجد أي حجر صحي أو حظر صحي أو حظر تقييد حركة. الأسواق ممتلئة، الناس في الشوارع، يعني نحن نعيش حياة طبيعية يعني محدق بنا. لو كانت المستشفيات تستقبل على الأقل المرضى كان الوضع سيكون مخفف، لكن حاليا لا دولة حاضرة ولا الوضع أنه حتى أسواق القاتل التي تزدحم يوميا لم يتم إغلاقها إلا فقط خفت الحركة فيها. نحن في خطر شديد للأسف. نحن مشهورين بأن نحن دائما نعاند الإجراءات الحظر وعدم التنقل والحد من الحركة. الوضع في عدن لا زال مثل ما هو، لم يتغير. فقط الذي جد هو عدد الجنازات أو عدد الوفيات في اليوم الواحد في ازدياد مرتفع، يعني في بداية مايو كان من 30 إلى 50 حالة، الآن نوصل إلى 70 إلى 80 حالة يوميا. هذا هو الوضع الكارثي الحاصل في عدن، والسبب فيه كل شخص يتحمل مسؤولية، يجلس في الكرسي يعني سواء بسلطة أو بدون سلطة، فهو يتحمل هذه الكارثة التي حصلت في عدن، وكل روح زهقت بسبب هذا الإهمال يجب أن يحاسب. للأسف الشديد القانون ضايع عندنا في عدن. تفضل بالبقاء معي سيد سرار. أعود إليك دكتور الحكيمي. الآن يعني إعلان الإدارة الذاتية في الجنوب، وإن نحن ذهبنا إلى جانب سياسي، يعني في سياق الحديث عن تجارب أخرى مماثلة، عادة كيف يتم يعني التعامل على مستوى إذا كانت هناك مشاكل في القطاع الصحي أو توفر الإمكانات الصحية اللازمة لمواجهة مثل هكذا وباء أو جائحة عالمية باتت؟ ما الذي يعوض عادة من قبل السلطات في داخل الدولة، في داخل المحافظة أو المدينة؟ في الحقيقة إذا أردت أن أقارن لك هذا الوضع يعني بوضع اجتياح أي كارثة أو ما يسمى بعلم الكوارث، يعني فعلم الكوارث يعني يقول بأنه على السلطات الموجودة أو الصح يعني القطاع الصحي عليه أن يتعامل مع السلطات الموجودة، مع سلطة الأمر الواقع، لأنه النظام الصحي غير مخول بأنه يعقد اتفاقيات أو يحل إشكالات سياسية، عليه أن يتعامل مع سلطة الأمر الواقع من أجل تحقيق هدفه. ما هو هدفه؟ هدفه هو أن يجلب الصحة للناس ويبعد المرض عن الناس. فإذا كان هناك أي شخص أو أي جهة تستطيع أن تساعد في عملية توصيل المواد الوقائية، في عملية إعادة الطمأنينة للقطاع الطبي وللكادر الطبي وإعادتهم إلى أعمالهم وإعادة تشغيل هذه المستشفيات المغلقة بأي شكل كان، أنا أعتقد أن التعاون مع الأمر الواقع هو الأفضل وهو الحل. ولا يجب من وجهة نظري كمتخصص وليس لا يجب أن تلقى المسؤولية من شخص لآخر. الكل مسؤول. عندما يصل الوباء إلى بيتك ستشعر أنك قصرت. يجب أن نستشعر هذه اللحظة التي يصل فيها الوباء إلى كل بيت وإلى كل حارة وإلى كل شخص، إلى أشخاص قريبين منه. فالتوقعات أنه الآن نتحدث عن 70 حالة، لكن بنهاية شهر مايو سيكون ربما لدينا مئات الحالات في اليوم،
وعندها لن نستطيع ان نقول ان هذه الحالات قادمه من وباء اخر، سيكون الامر جليا يعني، وستنتهي حاله الانكار المجتمعيه الموجوده الان، وسيتعامل الناس مع الامر الواقع، وسيصبح الناس جادين، وسيكون الوقت قد تاخر الى حد ما، ولكن دائما لا نقول ان الوقت قد فات. هناك فرصه، هناك امكانيه للعوده، يعني في الان كيانات تتشكل، يعني متابع مع كيان مثل اطباء اليمن في المهجر، الان اطباء اليمن في المهجر يتكتلون في تنظيم من اجل مساعده القطاع الصحي في اليمن، من اجل مسانده زملائهم ودعمهم ماديا وعينيا وحتى من نفسيا ومعنويا. فيجب ان يبدا المجتمع كما تحدثنا، المجتمع ليس الافراد ورجل الشارع العادي فقط، ولكن حتى مؤسسات المجتمع، حتى الاطباء، النقابات، يجب ان تتحرك الان وتشتغل على هذا الموضوع، لانه الامكانيات ستاتي، لان عندما الوباء ينتشر الى كل الناس، كل انسان سيكون مستعد ان يسهم بما يقدر من اجل ان يدرأ هذا الخطر عنه وعن اسرته وعن احبائه. في رايي ان الفرصه لا زالت تتاح. نعم دكتور، اقول بان الفرصه لا زالت متاحه للتدخل. طيب يعني فيما يتعلق بهذه الفرصه والدور المجتمعي، اسال سيد سيرارو، بالعوده اليك سيد نزار سيرارو، الان سمعنا يعني راي الناس حول طبيعه عمل السلطات المعنيه هناك في يعني في عدن حول تصرفات السلطات الصحيه وكذا، لكن في المقابل ما هي ملاحظاتك حول التعامل المجتمعي مع هذه الجائحة؟ كما يقول الدكتور الحكيمي، الآن التوعية يعني المجتمعية وتحرك المجتمع في التعامل مع هذا الوباء وفي الطرق الوقائية قد يقلب الموازين أمام هذا الوباء. أنت من خلال ملاحظاتك، كيف هو الوعي المجتمعي لدى الناس هناك في عدن بخصوص هذا الوباء أو ما يجري هنا؟ عن أي وعي نتحدث لمواطنين والمواطنين يشاهدون أقربائهم يتوفون بدون أن يتوفون في شوارع عدن، يعني أمام المستشفيات، أمام المراكز الصحية يتوفون بدون أن يكون هناك أي مساعدة طبية. أي وعي تطلب من شخص أبوه أو أخوه أو أمه أو توفى أمامه بدون أن يحصل على أي علاج أو أي رعاية طبية؟ الحل في عدن هو توفير مستشفيات ميدانية، خيام صحية ميدانية تنشر في أغلب مساحات خورمكسا، في أغلب مساحات البريقة، معانا في عدن مساحات شاسعة. يجب على المنظمات الدولية وسلطة الأمر الواقع والدولة أن يوفروا خيام ميدانية طبية للعزل التام في مواقع شاسعة مفتوحة، بحيث أن أي شخص يعني يعاني من أي حميات يذهب إلى هذه الأماكن للعلاج. حاليا المستشفيات ترفض أي شخص مصاب بسعال أو حمى أو ما إلى ذلك، بالتالي يموت الأشخاص بدون حتى الأكسجين، معدوم عندنا في عدن. يعني لا أنا حاليا أعمل على يعني مبادرة لتوفير أسطوانة الأكسجين للمرضى. الحل في عدن هو قيام ميدانية طبية معزولة يتم إعدادها بشكل سريع لمعالجة الأشخاص المصابين في عدن، وبالتالي هنا سيرتفع الوعي المجتمعي عندما يرون هناك تحرك لإنقاذهم. حاليا الناس يأسوا من الدولة ويأسوا من سلطة الأمر الواقع. سلطة الأمر الواقع تقول أنها وفرت أو هذه ما نسمعه أنه وفرت مليارات الريالات من إيراد المرافق الحكومية في عدن، لماذا لا تصرف هذه المليارات بتوفير مستشفيات ميدانية؟ مستشفى عدن لا زال مغلق حتى الآن، لم يجهز، يتم نشر خيام صحية فيه طبية لمعالجة الناس، معنا مساحات شاسعة في خورمكسر، معنا مساحات شاسعة في البريقة، يتم من قبل الدولة أو سلطة الأمر الواقع أو المنظمات الدولية، حتى أطباء بلا حدود ماذا جاءت تعمل في عدن؟ يعني لا زال الوفيات بارتفاع طلب، يعني 7 أسرة او 20 سرير في مركز حميات او مركز عزل، ماذا سنعمل اذا كان الناس يتوفون ب 70 شخص في اليوم؟ 70 شخص في اليوم، هذه لازم كانوا يتحصلوا على علاجات، اين سيتحصلوا على علاجات؟ الحل حل سريع جدري بتوفير هذه الخيام المجهزه، اي شخص
يشعر بأنه مريض حتى فحوصات البي سي آر لا توجد في عدن، حتى فحوصات البي سي آر يعني على الأقل أنه أي شخص يتواجد في مراكز العزل يتم الفحص البي سي آر أو في المستشفيات البي سي آر لا توجد لدينا. نحن يعني الأطباء عندنا يرقموا بالغيب، المرض الشيكونغونيا والحمى الضرس تتشابه أعراضه مع كورونا، أصحاب الربو يموتون في عدن بدون أرقم أي أحد. أي وعي أنت تطلب من المجتمع أن يرتفع وعيه وهو يموت بسبب تجاهل السلطة أو تجاهل سلطة الأمر الواقع. دكتور مرايك، في الحقيقة يعني أقدر حالة الصدمة وحالة الخوف التي يمر بها الناس الآن نتيجة لكثرة الوفيات من هذا الوباء. الحلول هي فنية بالدرجة الأولى، يعني كناشط حقوقي يقترح أن حلول سريعة، يريد أن يرى شيء ماثل أمام عينه، لكن هو يقول أن هناك مستشفيات مغلقة، ينبغي أن نستعيد فتح المستشفيات هذه. كيف يمكن أن نفتح المستشفيات بالكادر الطبي؟ الكادر الطبي هو الذي سيفتح المستشفيات، الكادر الطبي والصحي هو الذي سيدير الخيام الصحية الذي تكلم عنها أو المستشفيات الميدانية إذا دعت الضرورة الفنية في مستشفيات ميدانية أو مستشفيات فرز إذا كانت المحاجر هذه غير كافية لتوزيع المرضى وفرزهم. فبالتالي القطاع الصحي والكادر الصحي هو الذي سيقود هذه المعركة، وليست المعركة أن نشتري معدات، المعركة هي أيضا تحتاج إلى كادر يقوم بتشغيل هذه المعدات. عندي أنا تواصلات مع ناس كثير يقول أن هناك معدات كثيرة ستأتي في الفترة القادمة، ولكن كما يقول أن هناك كادر طبي الآن مخذول، كادر طبي مخذول. لاحظ الهجوم الذي يهاجمه للمجتمع بشكل عام للطبيب أنه هرب، ولكن لماذا يهرب؟ يعني وكما يقول المثل ألقاه في اليم ثم قال لا تبتل بالماء. فيجب أن توفر للكادر الصحي كل أنواع الدعم الآن حتى يستطيع أن يصمد. لا يمكن أن يذهب طبيب بدون وسائل وقاية ليعود لأولاده بالفيروس، وكثير من الأطباء فقدوا في خلال هذه الفترة السابقة من ضمن الوفيات، كثير من الأطباء وكثير من القطاع الصحي كانوا ضحايا لهذا المرض، وهذا شيء معروف. فإذا أنا أضع يدي على موطن الوجع، يجب أن ندعم الكادر الصحي، والكادر الصحي سيعيد تشغيل المستشفيات ثم تأتي المعدات ويأتي الوعي المجتمعي الذي لا أدري يعني كيف يمكن أن نستدعيه، ولكن ربما تكون هناك حملات توعية بشكل مختلف عن الحملات الآن. الحملات الآن أعتقد أنها لم تنتج وعي مجتمعي عالي، وهذا شيء متوقع أحيانا، فنحتاج إلى حملات بشكل مختلف بشكل توعوي يعني مناسب للمجتمع بحيث أن نرفع الوعي، وبالتالي تكون عملية متكاملة. أولا دعم الكادر الصحي، إذا تكلمنا عن النقاط، أولا دعم الكادر الصحي، ثانيا إمداده بالمعدات وبوسائل الوقاية وبوسائل الدعم المادي، وأيضا بعض الأطباء يحتاج إلى سكن مستقل لأنه لا يريد أن يعود إلى أولاده وبخطر قد يكون عدوى أو شيء، فيحتاج إلى سكن مستقل وسوف يصمد وسوف يحارب هذا المرض. في الدرجة النقطة الثالثة أيضا نحتاج إلى المجتمع بكل مؤسساته بكل شخصياته الاعتبارية، ويذهب هذا المجتمع ويدعم هذا القطاع وتكون هناك مواجهة لهذا الوباء. ويجب أن نكون صبورين لأن المواجهة ستكون يعني طويلة الأمد وليست قصيرة كما يعتقد الناس أنه بكرة أو بعد بكرة، لا، الوفيات ماشية في ازدياد، وبعد شهر أو شهرين سيكون هناك مئات الحالات وربما آلاف في ذروة الوباء. فينبغي أن نكون صبورين ومتفهمين، وينبغي أن نركز على الأشياء الصحيحة التي يجب أن تعمل. نسأل الله السلامة إذن لأهلنا هناك في عدن وبقية المحافظات اليمنية. شكرا لك دكتور حمدي الحكيمي أخصائي الطب والوقاية والأوبئة، كنت معنا عبر سكايب من هولندا، وكذا الشكر موصول للناشط الحقوقي السيد نزار سيرارو الذي كان معنا عبر الهاتف من عدن. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، دمتم بخير في أمان الله.